مرة أخرى لقراءة تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك لبرنامج صباح كربلاء بالتحديد. تقدرون تشاركونا ليس فقط لهذا اليوم، للأيام القادمة. برنامج صباح كربلاء يعرض من 9 حتى 10:30. من خلال تعليقاتكم أيضا نحب نسمع صدى مشاهداتكم لبرنامج صباح كربلاء. هناك تعليق من نور الأسدي تقول: عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء بذكر استشهاد باب الحوائج المخلصة لولاء أهل البيت عليهم السلام وحبهم وطاعتهم. اللهم ارزقنا شفاعة أم البنين في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأيضا هاشم أبو سفيح يقول: عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء بذكرى وفاة السيدة أم البنين عليه السلام. جميع إن شاء الله. أمواج البحر عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لنا ولكم العزاء. عفوا، حسن يقول: أعظم الله أجركم وأحسن لكم الله العزاء بذكرى وفاة السيدة أم البنين سلام الله تعالى عليها، وقضى الله حوائجكم بحق محمد وآل محمد وبحق أم البنين سلام الله عليها، ومأجورين ومثابين. شكرا لكم يا أخونا حسن. نعم، أيضا عماد الطائي يرسل بالتعازي لكل الشيعة والموالين. وأياد المليحي أو المليجي يقول: أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم ومصابنا بذكرى وفاة أم البنين عليها السلام، وجعلنا وإياكم ممن يقتدي ويهتدي بها ومن العاملين بوصايا محمد وآل محمد الطاهرين، نسألكم الدعاء إن شاء الله. سنتم. أم علي نعزي سيدتي الزهراء فاطمة وزينب الحوراء بهذا المصاب الجلل وهو وفاة أم البنين عليه السلام. الاستثناء في العاطفة والإيثار، ولعل العبرة تؤخذ من ذكراها، فلا تمر مرور الكرام على زوجة الأب تثبت حبها لفاطمة الكلابية بأن تحسن إلى صغار ضرتها خصوصا الأيتام. تيتا الموسوي: إلهي بسيدتي ومولاتي السيدة فاطمة أم البنين عليها السلام. وعماد الطائي: أعظم الله أجورنا وأجوركم. نعم، ولغير الله لا تشكو في هذا الاسم ما سمت به نفسها على الفيسبوك، تقول: الليلة ليلة استشهاد أم البنين عليه السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم. هي أم البنين طابت عطاء، ولبنت النبي كانت مودة، ناصرت ثورة الحسين إماما وفدت دونه البواسل أسدى. شكرا لك يا أختنا العزيزة. وقالت أيضا: أم البنين استطاعت أن تغرس في قلوب أبنائها وفي عمق أرواحهم أن الحياة من دون الحسين لا شيء. السلام على ملاذ الأمنيات وقاضية الحاجات أم البنين سلام الله عليها. سلام الله عليها. أياد المليجي يقول: أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بذكرى وفاة أم البنين عليها السلام، وجعلنا الله وإياكم ممن يقتدي ويهتدي بها ومن العاملين بوصاياها بحق محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء. أما يا قائم آل محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزي مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف وجميع الموالين، وأيضا تعزية إلى كادر قناة كربلاء بمصاب سيدتي ومولاتي أم البنين سلام الله عليها، وأعظم الله أجركم، ونسألكم الدعاء ونسأل الله القبول. شكرا جزيلا. نعم، أيضا هناك الأنوار المحمدية تقول: نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها وزينب الكبرى وأمير المؤمنين عليه السلام بمصاب السيدة الجليلة الوقورة أم البنين عليها السلام. وعشقي حسيني تقول أو يقول: نعزي مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الطاهر والمراجع العظام والمؤمنين والمؤمنات بمصاب مولاتي أم البنين عليها السلام. وأيضا أكرم رشو يرسل بالتعازي، وزهرة الأمل أيضا تعزي بذكرى وفاة السيدة أم البنين عليها السلام. أما الكاتب مرتضى منير: أعظم الله أجوركم بذكرى وفاة أم البنين عليها السلام، قد وهبت نفسها وأبناؤها للإسلام، وكانت مصدر إلهام للكثيرين حبها وذكراها في قلوبنا. اللهم أرزقنا شفاعتها، نسأل الله القبول. وزهرة الأمل: أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم بذكرى وفاة أم البنين. وجعفر صادق: عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل. نعم، هناك أيضا إسراء تعليق من عبد الزهرة يقول: نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد وفاة أم البدور السواطع التي ضحت ببنيها الأربعة من أجل نصرة الدين.
ورضا زهرة أيضا ترسل بتعزية. إحسان حسن يقول نعم لا يخص الموضوع، شكرا لتعليقك على كل. خادمة الحسين عليه السلام تقول عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة امرأة وهبت كل ما تملكه لله وللإمام المعصوم، فكانت نعمة العاملة المجاهدة المضحية رمزا للوفاء وأنموذجا للمرأة الصالحة الشاكرة لأنعم الله فزادها الله رفعة في الدنيا والآخرة وجعل اسمها يرمز لكل أكرومة، وكان نصيبها الأوفر من العطايا الربانية والمنح الغيبية. أبكي أم البنين قضت وبقلبها حسرات وأنين، قالت أربعة نذرتهم فداء للحسين لهف قلبي قطع منه الوتين، قضى ظامئا لم يذق برد المعين وبكاه جبريل مناديا في الخافقين حبيبي يا حسين وبكاه الثقلين.